عزيزي المشاهد، بعد اللايك اللي هتعمله تعال اقول لك الليله دي مالها. الراجل ده بيصور لقى دب جاي عليه جيل وراه، الراجل ده غلب الطبيعه تماما. هنا بقى الراجل ده بيدي تمساح حته فرخه، انا مش فاهم التمساح سابه ازاي من غير ما يجي عليه بصراحه. هنا الدب بيجري ورا المصور، قال لك الغدا بقى بتاعنا يعني، لا غدا يا جماعه، هنا اربع نمور والراجل ده واقف يقول اتوبيس، يعني احيب جد. فيل بيتخانق مع فيلة، راح جاي الدب الزلومة طيارة، مش مشكلة مش قصتنا. الدب يا جماعة عايز يمسك أي حد، الدب نفسه يلقط حد، بيهزر مع الأسد زي ما يكون بيهزر مع الكلب بتاعه. لا هنا بقى كونغول ماسك، بصوا يا جماعة كونغول لو اداله رجل هيطيره هيسفره. هنا غزال برضو، الغزال عايز يرجع العربية، يعني متخيلين حيوانات قلبها مال. ايه ده، انا اول مره اشوف ده، اللي يعرف الكائن ده اسمه يقول لنا يا جماعه بالله عليك. هنا الزرافه طبعا، لسان الزرافه يعني مش هيكون لسان، مش هيكون لسان فرخه يعني. طبعا هنا الغوريلا معديه، الراجل طبعا زمانه عمل بيب بي على نفسه يعني، محدش يقنعني ان هو عدى كده. هنا الفراشه الحائله دي، نفسي اعرف ايه ده يا جماعه بجد. هنا طبعا الدب داخل عليه، الراجل رفع ايده، فاكر واحد داخل بسلاح عليه. الله يا جدعان انتوا نزلتوا هيبت الحيوانات الاخر. النعامة بتقول لهم لو ما اديتنيش شوية اعلقوا العربية. ايه ده يا جماعة، ايه ده، لحظة واحدة كده، دي غزلان دي اعتقد، غزلان. لو اسد جاي يجريه، ابعد عن الزرافة وهي زعلانة، ابعد تاني، ابعد عن الزرافة. الراجل واقف عادي جدا، ده تعالى كده، ده بقى اصحاب، ده بقى اصحاب يا جماعه. لا ده مش معقول، هي طبعا لقيت ان ملوش خطر او مفيش منه خطر، فقالت لك نروح بقى نبلطج عليه. يا ابني انت واقف ازاي كده يا ابني؟